هرنيا، تستر ابستراكشن، ثايرويد، اشياء ثانيه. بس هذا يعني يمكن هذا بيجمع بعض الاشياء اللي هو بوست اوبراتيف هيستوري اند اكزامينيشن، يعني بناخذ فكره عنه وبندور على بوسيبل بوست اوبراتيف كومبليكيشن وكيف نقدر نتفاداها، واذا اكتشفناها كيف بدنا نعالجها. اوكي الحاضرين كتير ولا قليل؟ نبلش؟ مش عارف قديش. اوكي موجودين معظمكم؟ مش باين عندي قديش جايين. سلامة دكتور، عادي بتقدر تبلش، هم هلأ بفوتوا يعني قاعدين. يعني بدكم نستنى دقيقتين؟ اوكي بدكم we can start. Let's start. So we will talk about the post-operative history and examination. قبليها بس بما انكم حكيتوا عن التستاوب ستركشن اذكركم بهالاشعة. شو شايف قدامي؟ شو شايفين قدامي هون؟ اجي على انتستانال اوبستراكشن، شايفين ايش؟ دايليتد لوبز اوف انتستين، مضبوط. وهذا الدايليتد لوب اوف انتستين هيو شو اسمه يا ترى؟ سمول ولا لارج باول؟ جيجنم ولا اليم؟ بدي اقول عليه جيجنم. ليش؟ لانه اهم وظيفه للجيجنم الابسوربشن. الجيجنم حتى يساعد في الابسوربشن بيكون في جوا ميكوزال فولز عاليه، هاي ميكوزال فولز. هذه لما يصير في دايليتيشن وفلويد ريتنشن بالجيجنم بالميكوزال فولز بالاشعه بتبين زي هيك، شايفين قدامي؟ بتكون فولز عباره عن بسموها بليكا سيركولاريس، لأنها سيركولار على داير الوول اوف ذا الميكوزا اوف ذا جيجنم، بتبين زي الاكورديون، عشان هيك بسموها كونسرتينا لاين او شيء. اذا هذا شو هو؟ هذا جيجنم. ولما اشوف الاشعه هذه الجيجنم كله دايليتد بشك اذا في عندنا اليوم ولا لا. بقول انه الانتستان ابستراكشن غالبا مستوى او يعني مركزه بالإليم او اخر الجسم. طب هذه الصوره شو؟ هذه الصوره بتبين، شوفوا هذا هون، هناك شفتوا كيف كانت الميكوزا بياخذ كل المحيط، هون مش بياخذين المحيط، شايفين؟ شايفين؟ شايفين هون؟ معناته هذا غالبا ايش؟ كولون، لأن الكولون اللي في العلامة اللي فيه اللي هي الهوستريشنز، والهوستريشنز بتمثل اللونجيتودينال ماسلز أوف ذا كولون اللي هي نوت سيركولر، ما بتاخذ المحيط كله، وبالتالي بتكون منقوصة ما بتوصل للناحية الثانية زي ما بالجيجنم. هذه بس فكرة يعني حبيت أقولها. غالبا ما يعني اصبحنا عليه لما مش عارفين بالضبط ايش سبب الانتستينال اوبستراكشن. مرات بيجي المريض عنده هيستوري اوف بري اوبراتيف اوف يعني سجستيف اوف بوست اوبراتيف ادهيزيف انتستينال اوبستراكشن. اوكي بدنا نعرف وين بالضبط وشو بالضبط ايش هذا. عارفين بوست اوبراتيف ادهيزيف بتعمل مثلا شو بتعمل؟ بتعمل ستكشر. فبنعمل احيانا سي تي سكان بيورينا شوفوا كيف دايليتد سمول باول الى ان وصل هون لعند ستكشر، وبعديها بطل في عندنا دايليتيشن. اذا بتعمل ستكشر، وستكشر بيعمل اريا اوف ناروينج وبيعمل انتستاين اوبستراكشن. احيانا بيكون في عندنا ستكشر ما بين two lobes of intestine
وبيعمل هيرنيا internal hernia هادي. هون بيكون في عندنا ستكشر هون ستكشر هون أو حاجة ماسكة هذول التنتين وجوا في عندنا لوب عاملة internal hernia. يعني ما بدناش نحكي عن تساؤل ستكشن انتوا عارفينها بس هاي الأشعاعات حبيت أوريكم إياها. بنقول الأوبجيكتيف of this round is to give an example of the post-operative history taking. مريض بعد العملية بدنا ناخذ منه history بدنا نسمع منه بدنا نشوف شو ماله. ليش؟ To see that the patient is having normal recovery and exclude any post-operative complication. This is the aim of this. خليت في عنا بدنا نقول انه مثلا في عنا 50 years old female underwent laparotomy 3 days back. It was an emergency operation to release adhesive intestinal obstruction that did not respond to conservative management for 2 days. بنوقف عند السلايد هاي اللي بنقول انه normally usually treatment of the adhesive intestinal obstruction is conservative. Conservative كي يعني؟ يعني المريض بيكون MPO وممكن نحط له نيزو كاستيك تيوب if he is vomiting ونعطي IV fluid maintenance زائد the expected loss of the fluid in the third space. Third space يعني the lumen of the intestine. ومن شخصه simple adhesive intestinal obstruction ومن راقبه لغرضين. أولا نتأكد إنه with this conservative treatment he is going to improve. لما نقول عليه simple يعني الابدومن soft ما عندوش leukocytosis soft الابدومن بس فيه شوية tenderness خفيفة موزعة not localized ما في guarding. الانتستانال ساوند موجودة وأكتف ما عندوش حرارة تكيكاردي ليكوسايتوزيس. فإحنا بنراقبه للبوسيبل إنه يتحول من سيمبل أدهيزف انتستانال أوبستركشن إلى كومبليكيتد. كيف بدنا نعرف إنه كومبليكيتد؟ مثلا الأبدومينال بين اللي كان كوليكي يتحول إلى لوكالايزد بين in an area of the abdomen. Localized pain يعني صار هذا اللوب of intestine اللي هو strangulated inside the abdomen اتحول ل يمكن ischemic وصار في parietal peritonitis وصار يعمل tenderness guarding. زاد انه صار في عنا ilias السماعة كان المريض عنده active bowel sound خفوا بطل active bowel sounds. عنده مريض تاكيكارديا مع انه بنعطيه انفلود بلش عنده حراره وليكوسايتوزيس. بنقول هاي تحولت من سمبل ادهيزيف انتستينال اوبستركشن الى كومبليكيتد. اذا هذه انديكيشن للسيرجري. ما صار في عنده كومبليكيتد عاده المريض بيتحسن خلال 24 48 ساعه او ماكسيمالي 72 اورز. إذا المريض استمر بشكي من وجع ما عندوش signs of complications ولكنه استمر 72 ساعة وأكثر ومش راضي يتحسن مش راضي يستجيب معنا برضو هذه عبارة عن indication إنه نعمل للمريض عملية زي ما هذه المريضة اللي إحنا نحكي عنها إنه indication إنه failure of the conservative treatment by time فبنعملها عملية والعملية نسميها adhesolysis يعني منفك الادهيجن اللي مسكرة الأمعاء. المريضة هذه overweight 85 كيلوغرام diabetic on oral hypoglycemic agents and she has no chronic medical illnesses. كان معملها عملية قبل 5 years back and the operation was laparotomy
for peritonitis secondary to perforated appendicitis. نوقف نوقف عند هاي السلايد ونقول إنه عادة perforated appendix إحنا بنعملها من جراح بسيط اللي هو right lower abdomen أو laparoscopic. أحيانا في بعض المرضى اللي هم obese أو overweight يعني يمكن يكون المريض عنده uncontrolled diabetes, he is not appreciating his symptom with signs بتبقاش واضحة كتير, وممكن يكون في عنا late presentation of this appendicitis. فبالتالي بيجي المريض في علامات البريتونيتس لأنه low immunity, uncontrolled diabetes, يمكن obese, بتخلي المريض ما يعطي السيمبتومز والساينز الكافية of localized peritonitis, وبتتحول لجنرال peritonitis يمكن من البرفوريشن, أو يمكن المريض كان مسدياجنوز زائر أحد المراكز الصحية وما تشخصتش يعني وتأخرت إلى أن إجت في picture of peritonitis. فلما يجي عندنا المريض في picture of peritonitis الهستي مش واضح كتير, الصورة مش واضحة كتير تحكي إنه هذه يا ترى peritonitis secondary to perforated peptic ulcer أو diverticulum أو appendicitis أو other cause. بدل ما نعمل incision بالright lower abdomen أو laparoscopy نضطر نعمل laparotomy عن طريق midline incision حتى نعمل استكشاف للبطن, بنشوف البص اللي موجود جوا والبريتونيتس اللي موجودة جوا بننظفها والسبب بنعينه. هون بهذا المريضة كان عبارة عن perforated appendicitis, فبنعمل appendicectomy, بنعمل peritoneal lavage وتسكر. هذا يعني تعليق انه ليش المريضة هاي معمولها laparotomy عشان appendicitis مش simple يعني limited incision بالرايت lower abdomen مركز او متجب للابندكس بشيلها وبضل ماشي. طبعا مريضة زي هذه يعني حكينا overweight معرضة انه ممكن يكون عندها possible post operative complication اللي بدنا نسأل عليهم بعد شوي. هلا post operative history يعني اليوم ثالث, لو قلنا انه اليوم ثاني او ثالث يوم العملية, السؤال العادي اللي بنسأل المريض دائما كيف حالك, how are you, are you doing well, do you have any complaint, زي المريض اللي جاي علينا على المستشفى لأول مرة, بسأله كيف حالك, شو بتشكي, شو جابك على المستشفى. هون بعد المريض بيقول كيف حالك, تشكي من شيء, مرتاح, المريضة كان جوابها I am fine, I feel pain at the operation incision. هذا متوقع انه محل ما فتحنا البطن انه المريض يكون عنده شوية وجع, لكن المريضة هون جاوبتنا انه she is fine. هذا إلها دلالاتها. Are you moving around well? Are you passing urine enough? Did you function your bowel? Stool or gases? Did you feel fever up? Do you feel like to eat? هذه أسئلة مهمة بدنا نحكي عنها بعد شوي. Are you moving around? نشوف المريضة شو بتحكي لنا أو إيش بتجاوب ونعرف شو دلالة هالأشياء هاي. المريضة حكت إنه okay, I am walking around in the hospital corridor, مشى. I am passing urine freely and I passed gases but no stools yet. I don't feel like to eat but I don't feel like hot. مش حاسة بسخونة. I am not hungry but I can eat something if it is okay. طيب مش جيعاني ممكن, لكن لو جبت لها أكل ممكن تأكل. يعني ما فيش أنوركسيا. هذا مهم. الكومنتس. المريض اللي بتحرك كويس moving well and passing enough urine شو معناها؟
معناته هي has a good cardiac output, hemodynamically stable. معناته ما عندوش علامات أو symptoms تقول إنه يمكن في عنده low cardiac output, hypovolemia, اللي بدها تكون بعد عملية لابراتومي سببها غالباً إنه في عنا bleeding مكان العملية. فبنقول إنه feeling dizzy on standing, مريض لو حكى إنه وقف من السرير داخل ورجع ينام, هذه علامة من علامات البوستيرال هايبوتنشن. إذن بتخلينا نشك إنه يمكن في هايبوفوليميا, إن نراقبها. Not passing enough urine, برضو هاي علامة من علامات الهايبوفوليميا إذا إحنا مش معطين المريض فلود كافي. والأهم إنه ما يكونش عنده bleeding مثلا. Not able to walk, إذا المريض بوقف بدوخ برجع السرير مش قادر يتمشى كويس, لما بيحاول يمشي بدوخ وبيرجع بنقول هذا علامات postural hypotension, واحتمال إنه يكون المريض عنده internal bleeding. عارفين إنه peritoneal cavity أو thoracic cavity لما يكون فيهم bleeding يعني علاماتهم يمكن مش دائما بتبين واضحة من الخارج, بنستنتجها من symptoms of the patients. بعديها علامات الexamination. السؤال الثاني اللي بقول لك passing gases or stool per rectum. Also the passage of gases of stool per rectum is an indication that there is no intra-abdominal complication. The bleeding, the collection of blood, fluid or pus as a cause of post-operative illness. هلا بنوقف عند هذا السلايد وبنقول انه اي مريض بعد اي لابراتومي يعني احتمال الانتستين تكون مخدرة او نائمة في إلياس, بنسميها يعني expected إلياس. هتسألوني ايمتى الامعاء بترجع بعد العملية, هذا له علاقة بوقت العملية, نوع العملية والإجراءات اللي بتتعمل. مثلا عملية صغيرة زي أبندسكتومي لو عملناها من جرح صغير, أو كوليسيستكتومي لو عملناها لابروسكوب, يعني ما بنتوقع يكون في يعني إلياس, إنه يكون عنده باراليسيس مؤقت في الأمعاء وما يكون في فانكشنينج. بينما إذا عملنا مثلا الأمعاء فتحنا بطن المريض مش لابروسكوب والأمعاء تعرضت للأتموسفير للجو وكان وقت الأتموسفيرك إكسبوجر شوية طويل, إذا مثلا عملنا انتستانال ريسكشن أو عملنا ريسكشن كتير أو ريسكشن أوف ميجر مثلا تيومر أو إشي, بيكون وقت العملية طويل, الإكسبوجر أوف الانتستين تو ذا أتموسفيرك إير يكون طويل, نتوقع انه يكون البوست اوبراتيف الياس مدتها شويه طويله. قديش طويله؟ عاده مهما كانت عمليه الميجر مثلا كوليكتومي مثلا لو انتيريور ريسكشن ريسكشن اوف سمول انتستين بيس اوف سمول انتستين او ميجر اورجان يعني على 48 ساعه غالبا (24 إلى 48 ساعة) لما نحط سماعتنا على البطن نسمع باوت ساوند, بنقول إنه المريض he is gaining regaining his bowel function أو باوت ساوند and we expect that he is going to function his bowel. إذا تأخرت أكثر من 48 ساعة 72 ساعة والسماعة ما سمعتنا باوت ساوند, بنقول هذا انه دخل في في delayed post operative ileus. delayed post operative ileus هذا برضو symptom او علامة
من علامات انه في عندنا intraperitoneal complication مثلا collection infection bleeding او مشكله في الانستوموزس اذا عملنا ريسكشن او ما شابه بتخلينا يعني ندور على سبب. طبعا علامه من علامات اخرى اللي ممكن تكون موجوده عند المريض مع هاي العلامه لو المريض مثلا عنده فيفر not feeling well برضو كمان symptom to suggest intra-abdominal complication زي collection سببه بده يكون anastomotic leak أو intra-abdominal collection. معلش اليوم صدري تعبان شوي قولوا سلامتك إذا حدا سامعني. سلامتك دكتور ما قلبك شر. سلامتك. العفو العفو بس مشان نقطع لهذا خلص. عرفتوا الأسئلة اللي نسألها؟ هذه الأسئلة الأولية مركزة غالباً على عمليتنا. نطمن إنه المريض عمليتنا ماشية إذا في أنستوموزيس جوا كويس أموره ما في كومبليكيشن. إذا المريض مثلاً كان عنده سبسيز إنترابيراتوري سبسيز ممكن تحول لإنترابيراتوري كوليكشن وإحنا مش عاملين له درينج وتنظيف كويس. سيستميك ريفيو زي برضه بدنا لازم نسأل حتى ندور على possible post operative problem. حكينا على الجنرال انه المريض كويس يتحرك مش مسخن اموره مليحة. respiratory feeling of any shortness in the breath كيف حالك كيف نفسك مرتاح في اي شيء في اي كحة في اي بلغم أو ضيق بالنفس. And these questions will help to exclude the presence of post-operative atelectatic lung complications. يعني بتعرفوا أكثر أسباب أحد أسباب مش أكثر أحد أسباب الحرارة بعد العملية بأول يومين إنه ممكن يكون المريض عنده atelectasis والatelectasis نحكي عنه هلا اللي هو كان ممكن سبب من الحرارة. برضو في اشي تاني بنفكر فيه shortness of breath انه لا يكون المريض عنده pulmonary embolism thromboembolic complication هذه عادة تحصل بعد اكثر من 3 ايام لكن لا مانع انها تحصل بعد يومين ثلاثة. نتذكر مع بعض الباثوفيسيولوجي of post-operative atelectatic changes. شو الباثوفيسيولوجي تبعها؟ تعرفوا المريض غالباً قبل العملية بده يكون صايم 10 أو 12 أو 14 ساعة يعني من الساعة 12 بالليل لتاني يوم حسب عمليته يمكن يجي دور على عملية الظهر. إذا في هون نسبة من الديهايدريشن ما بقول انه ديهايدريتد بقول نسبة بسيطة. اوكي المريض بعد العملية بعد نتيجة اللابوراتوري يكون موجوع والوجع هذا بيخليه ما ياخذ نفس عميق حتى يفتح كل اللوبيولز او ذا لمب. المريض خلال العملية السيلياري اكشن او ذا تراكيا والبرونكيولز اللي هي وظيفتها تطلع السكريشن لبرا أول بأول بيكون شوية يعني ديكريز خاصة إذا المريض كان من المدخنين سابقا. إذا في عنا ديكريز بالسيلياري أكشن أو البرونكيال ميوكوزا الريلاتيف ديهايدريشن بيعملنا شوية ثيك سكريشن مع الوجع بعد العملية والمريض ما بياخدش نفس عميق شو بصير عندنا؟ الميوكوس هذا بصير فيه thick وبصير له inspiration بالbasal lobules of the lung. اوكي وبعملها تسكير هذه اللي هي
the pathophysiology of the post-operative atelectasis وهذه أحد أسباب الحرارة. كيف نعالجها؟ هلا نشوف بعد شوي. اليورين the presence of urinary catheter during the perioperative period يعني كثير من الأحيان لما عملية طويلة بنحط إحنا فولس كاثيتر نتراقب باليورين أوتبوت ونشوف ونعمل له مونيتورين. هذه ممكن تكون أحد أسباب البوست أوبراتيف فيبر أو بوست أوبراتيف يورينري كومبلين اللي سجست يورين تراك إنفكشن. ماسكولوسكيليتال غالبا هو منركز على الليج موسلز والليج واللي هو بدنا نعمل اكسكلوجن للدي بي تي. مريض بحس بتايتنس without leg swelling may indicate the presence of DVT. Also may be a cause of fever. Fever برضو ممكن يكون سببها DVT. Symptom اللي هو tightness. مريض بحس رجله مشدودة لما يحركها بتوجع. خاصة لما يعمل dorsiflexion اللي هي Bowman size. برضو ممكن يكون في DVT بدون ما يكون هدول موجودين. The symptoms. نراجع مع بعض post-operative infective complication اللي هي surgical site infection. هذه ممكن تكون بمكانين رئيسيين. المكان الأول اللي هو بالsubcutaneous tissue. Pain more than expected at the wound. مريض لما يشكي من وجع أكثر من المتوقع في الجرح. عنده شوية حرارة. في swelling بالwound. في شوية حمار حواليه بنفكر في وون انفكشن. اوكي مريض not good انوركسيا عنده حرارة not passing gas or stool هذول indications of the possibility of deep seated infection يعني is an surgical site infection أو post operative infective complication ممكن تكون بالووند وبس يعني بالسبكوتينس تيشو. عارفين انه السبكوتينس تيشو عبارة عن فات عبارة عن فولس سبيس ممكن نجمع فيه دم وسكريشنز ويصير له كونتامينيشن خلال العملية ويجينا بووند انفكشن بعد بضعة ايام او اذا كان ديب سيتد انفكشن او اراوند دي اوبريشن فيلد بيكون المريض سيمبتومز تبعته أكبر أنوركسيك مع الناش في حرارة عالية ممكن تكون لوكوسايتوزيز الانتستين مش شغال كويس نفكر إنه في عندنا كومبليكيشن أراوند ذا أوبريشن فيلد اللي حوالين الأنستوموزيز مثلا إذا عملنا إنتو إند أنستوموزيز في ليك مثلا أو إذا عملنا ريسكشن أوف أن أورجن زي جوبلادر زي تيومر زي أي شيء يكون في منطقة التيومر بيكون في إنفكشن هذه علامة من العلامات لما نفحصه عادة تكاد could be caused by pain or fever عموما هو المريض لكن المريض إنه حرارة بده يكون في حرارة تكاد البين بيعمل تكاكارديا low pulse volume with decreased blood pressure may indicate hypovolemia. حكينا على البوستر هايبرتنشن كيف بنشك فيه ريسبيراتوري اي مريض بعد العملية لازم نسمع صدره ونتأكد انه عنده good and equal breathing sounds بكل مناطق اللنك في البيزل lung fields اذا ما فيه وما فيه حرارة بنقول انه المريض يمكن عنده Atelectasis. أو أحياناً مريض عنده comorbid problem عنده مثلاً heart problem وإحنا يمكن أعطيناه فلويد كتير بفوت في over infusion وديما برضو أحد أسباب shortness of breathing بعد عملية لكن مش عند المرضى العاديين عند المرضى اللي عندهم comorbid غالباً cardiovascular problems heart Abdomen
نرجع عنده حرارة swelling around the wound with redness and signs of infection that this will necessitate what معناته في عنا infection بالwound نفسه subcutaneous tissue بنعملها معاملة abscess يعني بدنا نعملها draining شو بنعملها بدنا نفك skin sutures ونفحص subcutaneous tissue في secretion في pus بنطلع على برا والمريض بعديها بنصير نعمل له dressing البص بناخد منه كالتشر أو سنسيتيفيتي إذا شكينا في deep seated infection شو بدنا نعمل يعني أو ultrasound غالبا ما بيفيد هون بده يكون لنا abdominal distension no bowel sound on auscultation with anorexia and fever and maybe exaggerated أو مو يعني تندنس وغاردين في منطقة البطن بنقول إنه في عندنا complication around the operation كيف نكتشفه هذا؟ نعمل له ultrasound ultrasound بعد العملية غالبا ما مزبوط إذا أفضل شيء نعمل له CT scan CT scan بيورينا إنه هذا ال intraperitoneal complication localized around the operation field إذا في عنا intraperitoneal abscess حجمه وكميته بحدد لنا إذا ممكن إنه نقدر نعمل عملية نعمل له drainage ولا إذا كنا الكولكشن واضح إحنا ما فيش عنا leak من anastomosis يمكن الانترفنشنال راديولوجي يعمل drainage of this abscess or of this intraperitoneal collection عن طريق الأشعة حط له كاثيتر بنعمل له drainage وبيتعالج أحيانا لما يكون very major leak عملنا CT scan وبين إنه في عنا anastomosis في disruption يعني مشكلة كبيرة نضطر نفتح المريض ونعيد العملية ونعيد الانستوموزيس بس بالغالب الانترابيريتون كوركشن بالغالب بتكون سببها بسيط ماينر ليك بيروح لحاله او في عندنا انفكشن حوالين العملية هذا ممكن يعني انه نتعامل معه بمساعدة الانترابيريتون راديولوجي والنظف هلا بدنا نحكي على الدي بي تي بس اذكركم في الباثوفيسيولوجي او دي بي تي علاماته انه لما يجي نفحصه الكاف مصر بتبقى شوية تنس لما نعمل extension of the foot بسموه هومنز ساين بتكون painful والcircumference of the leg بيكون عالي هذه علامات الدي بي تي برجع بقول اكيد اكدوا لكم انه احيانا في عنا دي بي تي صغير وما عندناش هالعلامات واضحة نرجع اذكركم بالباثوفيسيولوجي او دي بي تي جوابكم هتقولوا انه في عنا الفيركاوس ترايد كيف بدها تتحقق عنا الفيركاوس ترايد لهايبر كوغابيليتي برجع بقول انه المريض صايم 12-14 ساعة قبل العملية هذه تعطينا نسبة بسيطة من الديهايدريشن مش ريال ديهايدريشن وهايبوفوليميا لكن نسبة بسيطة من الديهايدريشن يعني فيها شوية هايبر كوغابيليتي المريض قبل العملية بيوم أو يومين نايم بالسرير ما بتحركش حركة كثيرة هذه بتعمل شوية استغنيشن خلال العملية وهذا المهم إنه المريض paralyzed leg muscles اللي هي شو اسمها الثاني leg muscles اللي gastrocnemius والsoleus contraction تبعهم بتطلع الفينس رتين وبساعد الفينس رتين للبودي أوكي عشان هيك بسموهم second heart حتى يفضوا الدم من اللور limb إلى الجسم لما يكونوا paralyzed إذا صار في عنا هون
كمان stages of the blood in the lower limb. زائد إنهم paralyzed والmuscles are lying directly on the table of the theater وطاولة العملية يصير في عندنا minor trauma the small veins اللي موجودة في الليك. إذا جمعت عندنا الثلاثة vercalstriad أوكي وصارت المريض مؤهل إنه يكون عنده DVT أوكي. وطبعا هذه أكيد حكولكم عنها حسب الريسك فاكتور of DVT اللي هي mild, moderate, high risk to develop DVT وبناء عليها بنعطى المريض البوست operative يعني preventive measures. هلأ how to avoid this complication respiratory stop smoking مريض يكون good and well hydrated before surgery respiratory exercise قبل العملية بعد العملية. بعد العملية بنعطي المريض حاجة بسموها incentive respirometer حتى يشفط فيها ويوسع يعني الانسبيريشن تبعه حتى يساعد انه يفتح كل اللنج زائد حتى ياخذ نفس عميق ويكون مرتاح بده good post operative analgesia. effective complications متهيئ لي مرت عليكم ان العمليات في عندنا clean operations في clean with possible contamination في contaminated مريض زي هذه عندها انت peritonitis هذه بنسميها contaminated surgery. مريض عندها fibroadenoma of the breast simple operation of thyroid surgery ما في intervention لتيوبس يعني الانتستين او respiratory او urinary tract هذه بنسميها برضو clean ما في داعي نعطي المريض pre-operative antibiotic. clean with possible contamination زي simple appendicitis زي cholecystectomy هذه بتحتاج انه نعطي المريض pre-operative antibiotic. طبعا contaminated نعطيها pre-operative and post-operative الى ان نتأكد انه المريض يعني بطلت تصير real preventive لكنها علاج أكثر من إنها to decrease the possibility of post-operative infection. thromboembolic complication بدنا نعكس الفيركاستريا إنه المريض يكون well hydrated مع صيامه يكون short post-operative pre-operative stay مريض ما ينامش يومين ثلاثة قبل العملية بالمستشفى ما أمكن المريض يجي الصبح يعمل عملية نفس اليوم أو قبل بيوم حتى تخفف نسبة stagnation والفاست. مريض ممكن لبسه elastic stocking تساعد على يعني البمب of the calf muscles. وإذا عمليتنا طويلة وبعض المرضى بيحتاجوا يناموا بعد العملية فترة طويلة بالسرير يوم يومين هذول بنحط لهم جهاز اللي هو pneumatic calf pressure device عبارة عن جهاز زي blood pressure cuff موصوب بالكهرباء وهذا بيضغط بينفس increase and inflate and deflate regularly to improve the venous return and prevent the stagnation of the blood in the calf region. طبعا بالإضافة لذلك احنا في عندنا هون بنعطي low molecular weight heparin administration. low molecular weight heparin نعطيه قبل بيوم من العملية يعني الساعة 6 ليلة قبل العملية الساعة 6 المغرب وهذه بنعطيه حسب زي ما حكينا mild أو moderate أو high risk of DVT غالبا بنعطيه للمودريت تو هاي ريسك وغالبا هذا نستمر فيه الى ان المريض يكون فولي موبيلايزد
بعد يوم أو يومين من العملية تحرك وروح على البيت. أوكي. بعض المرضى اللي منشك إنه لازال عندهم risk of developing DVT زي major orthopedic surgery replacement مثلاً. major pelvic surgery زي low anterior section أو abdominal perineal section برضو بضل في احتمال إنه يكون عندهم DVT أكثر من بقائهم بالمستشفى. وبالتالي هذول بننصح إنهم يضلوا يأخذوا prophylactic low molecular weight heparin لغاية حوالي شهر بعد العملية. هذا low molecular weight heparin. هون بيكون خلصنا موضوعنا. حدا بحب يسألني أي شيء اللي حكيناه أو بأي شيء بالجراحة عموما؟ يعطيك العافية دكتور. شكرا الله يعافيكم. واضحة الأمور؟ بعدين يمكن ما أخذتوش عنه كثير. أوكي إذا نقول لك يعطيك العافية وشكرا.